بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعشر كي حلقة ذي سدحات وكمذا سلسلة ذي أن كدوا بيني من شمائل الحبيب صلى الله عليه وسلم صفات كي تلمامه النبي oo ka koobnaa tifaadkiisa iyo tilmaamihiisa khilqiga ama abuurka iyo sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa khuluuqiga ama dhaqanka iyo dabeecadda. Xalaqada maanta waxaan kaga hadlaynaa oo ah ka mid ah saddexaad ee silsiladan walaalaha Somali Channel ay iga dalbadeen u duubaya. نبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه وحيابه وقار كأها خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ويبدنته علمتنا وحي كقرن كتب فربضن وهو هي انت أن أركي الخصائص الكبرى للإمام أبي بكر جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. لكن عيبتي ستهاي إنه ماشى قوة أورورية وحسوغن يوحان سوغنين وحاس كدن بيي أو كان واسع سن أخبار إيا آيات إيا أقوالنا إن بدن كدري موسوعة النظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم تصد وح بدن وفاه فاسن كه ليس أغنى تغيسة. عشر كان مانتا خصائص النبي وحين أقايبين إنا لبا قيبوت ومن عشر كان كجهر لينه من عشر كي حلقة حكته أن كسر قاضي إن شاء الله تعالى لبلا رقيبين إنه وحاوي خصائص نبي وقارة هيد وحتى أن بيكل أنا لو ذاك قيبت اللبادين وحاوي خصائص نبي أمدي سأقارة هيد لكن يدعي كرتو إن الأنبياء ذاك كلا أما لو ذاكان أما قارك لو ذاكان مذو البنى دور بان كسو قاضنا إنا أن كنت سالين إنا قيبتك كوبادة عشر كنا أن كغهر لينا وحاوي خصائص النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيابه وقاركاها إي أنا الأنبياء ذاك كلا لو ذاكان إسكدا أمدة حتى أنبيادو لما وذاقي تشيرينو إساقاي أقارهيد لح إلا شان تضبا وحيد نو كقارنا وقتيغا أيانا نكسو قادينا وحان لانا مدى كوباد. نبو عليه الصلاة والسلام خصائستيسا وحاكميدا هيد دمان أنبيادا وكالاقار كيهي إنو أها خاتم الأنبياء نبقى أودن بيه إلا صادره نبوضع الرسالة ويسو تشري تشرتي مددرنا ويسو سعوتي إن بضم بون إلهي النبي نبي إيا الرسول صادري إن قرآن كان لأينا وغشيغي إينا لأينا وغشيغي لبضبا سيد الله ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصص عليك رسولا نكاغا شاكيني ونكاغا ورني وحكتو ذي خبركو ذي التاريخ ذو ذا آن كوشيغني يكوان آن كوشيغن بيسو جران تيرادا آن بياد الرسوشة يا هايان وحادو عذوكو أصحي انتان اوغهي مجرو
لكن أخبار ضعيف وصدح بقول يا وحوجا إن الرسوش وهايان أنبيضنا أنت كبر نايم باشرته رسوش يا أنبيضا سلسلة دائرة سوس عتي بعناي محمد لجو جب الجبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت نصوص توحيد المانت رسول الله صادره نبي نوح بأوجه الري ولذلك حديث كشفاعة قيام هذا ذاتكم مركي نوح التغان أنت أول الرسل بيكون هدونان رسول هذا أوجه الري يانا أوجد بيي نبي محمد صلى الله عليه وسلم اتكستا والنبوة هي الرسالة الشيغة إساقة كدب بينوي إلهي النبي كدام بي مصو ديريو إلهي بقرآن كسيكول سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي نبي محمد عليه الصلاة والسلام انتي نني يددكي ننمذو آبو يهور نالي إذن كمتشرو بوسكي آبها هايدين شو لكن مذو نالي مجره لكن ورسول إلهي وخاتم النبيين نبي هذا كان قدام بيوي دين تيس الديني كما دام بيسو نبوة السنة نبي نما كما دام بيسو رسول نما السنة رسول كما دام بيو نسكنا واسدا إجماع مسلمين تسكن راعينا واسدا نبينا عليه الصلاة والسلام مركل وحويري مر بضم بيسون أرنتا عدي آية القرآن كعشكت وحي بخاري ومسلم حديث كأبي هريرة كوريين تصالة إنو بحي النبي نبي النمضي الرسالة دي صوص عكي مثلي ومثل الأنبياء من قبل أنيقي أنبياء دي يقوه الرئيسة وحان لمدنا هاي سيدي قف قري لساي وآذو وناتيي وآذو قرحيي لكن هل نرح مالو قالو أم هل بلوكيتي مالو قالا كتاق يوبانان وضدكو انتي مادان أي قالان أي هريرها كماران إليه والقرق وقيمة بضانا والقرح بضانا نغحن هدي لغو لما يستيري لها فأنا تلك اللبينة نغحس أني قوي يبرو النبي صلى الله عليه وسلم وحب متلي يا أنبياء ذي الرسوش ويسو سعودين هل بوصو يربع كبنانا هل كبوصو يربع كبنانا با إساق لغو لما يستيري عليه الصلاة والسلام ولذلك وحو يري فأنا اللبينة وأنا خاتم النبيين bagixii badhinna aniga weeye nabiyadana ana u dambeeyo waxay sidoo kale bukhari muslim min xadiis abi hurayra sidoo kale ka wariyeen inaba cali salaatu wa salaam uu reebri israa'il anbiyaada isdaba joogi jiray isdaba socon jiray markasta oo nabi dhintaba nabi baa la soo diri jiray saasay markii hore ahaan jirtay gaaraan reebri israa'il oo anbiyaada ugu badna laakiin وإنه لا نبي بعدي أنا قال النبي قدام بيا متشرو هذه قدام بيا سؤال نبيا ودب لو نقول متشرو لكن خلفاء قدام بين دونا وأنا بدن دونا حديث كان النبي أنا عليه الصلاة والسلام خلفاء حوجتش إذا ما ذحذ مسلمين تبهوا جامين دونا فر بدن قدام بين دونا ولذلك وحيد فو بيعة الأول فالأول سأكل الريان بيع ذي هذه خلافة ذي ما ذحت النبي لا لقلو هلا يلالي محل شاهدك وحاوي وأنه لا نبي بعدي هل كوحد كوغاتي خصائص تا نبي إسكاله نبي كالو عدي شاكت عد كهر رئيسي با أنبياد ختمتي سير يهودي إليهين موسى ختمي كريستان كو عيسى ختمي إليهين وحبك بجر قفكي وركا قاتنا وابيري قرآن كي يسونا دي إجماع النبو قالو بي قفكي شاكت نبي كدن بيي باتشرة و إلهي صوت ديري اسنوا قالوا بيا حتى اسلام هدو شيغان ايو او قران كا اقرين ايو او شنت صلاه توكن ايو دينته كبخاي سيده طائفه اللي يرا قاديان يدا اما يغو يسو يقان طائفه الاحمديه اما سي كلام مره قال كان انجليزي كم قوديان احمديه مسلم ميشن قرا وميل بدن حتى سومااليدو بلوده حد ان واخ كساميان waxay leeyihiin nabi waxa jiray xilligi ingiriisku gumaysanayay hindiya la soo saaray oo la yiraahdo gulaam ahmed mirza oo magaalada qadiyan la yiraahdo hindiya jooga al qadiyan isa loo yiri nabigaasi quraanka sheegay bay ku leeyihiin oo mubashiran bi rasulin yati min baad ismuhu ahmed ahmed gulaam mirza hindiya haba looga jeeda nin ingiriisku soo dirsaday buu ahaayo
muslimiinta la jihaadaysay jihaadka inuu nasaxo saa darteed wuxuu la yimid diinta nabi maxamed waa sideedii nabi ka dambeeyey baan ahay jihaadkiina diinta waa la nasaxay intii jihaadkan uu ka saaraa loo keenay marka damaale si xun iyo musquul dhexdeed ba ku dhintay hataba cidda iyo ciddii lamida ee nabinimo sheegata diinta way ka baxeen nabigeena calayhi isalatu wasalaam waa sheegay arrintaa in lagu soo xadgudbi doono khasaa'istiisa ka mida oo wuxuu yidhi waa dajaaluuna kadaabuuna qariibun min halaathiina iman doona ilaa soddon wax dhanaba ku dhow oo beenaalayaal dajaaliina iman doono kulluhum yazcumu annahu nabiyun mid kastaba uu leeyahay nabi baan ahay wainahu laa nabiya bacdi nabiga dambeena ma jiro halkaa haddaba waxaan ku xiraynaa inaad ogaato nabi maxamed baa nabi ugu dambeeyey calayhi isalatu wasalaam nubuwada hortiina lama xirin gadaashiina ma furna hortii baa la xiray waa gaalnimo gadaashii bay nabinimadu furan tahayna iyadana kufri iyo gaalnimo wey khasiisada labaad ee nabigu ambiyada uu gaarka kala ahaa sala allahu calayhi waalihi wasalam in dadka oo dhan loo soo diray wey xil halka nabiyadii hore nin walba qoladiisa iyo qowmkiisa loo diri jiray in nabi maxamed ummadda oo dhan loo soo diray ilaahay baa qur-aanka ku sheegay qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica waxaanay rasuulka ilaahay oo la idiin soo diray dhammaantin qabiil ka baxsan ma leh qowmiyad risaaladiisa ka baxsan ma leh qolo luqadday dooni ha ku hadashee ka baxsan ma leh qaarad ka baxsanna ma laha risaaladiisu innii rasuulullahi ilaykum jamiican ayuha annaasu dad yahow annaasna waa dadka aadamaho oo dhan baa naas la yidhahdaa waxaa kaloo ilaahi subxana watacala ku yidhi tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamkao dhan mid u digaya inuu noqdo caalamku waa kasii guda weyn yahay insaankii bini aadamki xataa jinkii waa soo galaya jinku inuu soo galayabana qur-aankaaba sheegayba waid sarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa quliya wallow ilaa qowmihim mundiriin waxaan kugu soo leexinay jin koox ah qur-aanka dhagaysanaya aamuse aamuse ay is yidhaahdeen markay dhagaysteenna dadkoodii bay digniinta iyo qur-aankay gaarsiiyeen waxaa lamid a qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni faqaaluu innaa samicnaa qur'aanan cajaba jinka xataa caalamkan insi iyo jinba in loo soo diray waad ka garatay saa darteed labadaa markaynu isu geynayno keligood waxaan leenahay ila thaqalayni labada ilaahay waajibaadka iyo cibaadada u abuuro wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduuniya waa loo soo diray nabi maxamed sala allahu calayh waalihi wasalam laakiin lafdiga aayaddu liyakuuna lilcaalamiina nadiira siwa uga caamsan yahay oo caalam waxaa la yidhaahdaa maasi walbaari subxaana walidaalika culimmadeennu waxay baxthiyaan oy ka hadlaan nabi maxamed rasuul malaa'igta loo soo diray ma aha xayawaanaadka iyo dhirta rasuul loo soo diray ma aha mise lafdiga nadiiran baa aayadda khasisaya caalamko waxa digniinta u baahani waa mukallafiinta oo insiga iyo jinka thaqalaynka la yidhaahdaa aqwaal badan bay leeyihin raximahullahu culimmada raxmatullahi calayhim jamiican laakiin dadka oo dhan waa loo soo diray ambiyadii horese dadkooda keliya oo gaaraa loo diri jiray sidaa nabiga cadeeyey sala allahu calayh waalihi wasalam xadiidka jaabir ee saxiixeynka lagu wariyey ayuu nabigu sala allahu calayh waalihi wasalama ku yidhi uctiitu khamsan lam yuctahunna axadu min qablii min alambiyaai shan waxaa ilaahay i siiyey qof ambiyada ka mida oo hortay la siiyey ayna jirin waxaa ka mid ahaa shantii wa kaana annabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasa wabucithtu ila annaasi kaafa nabi kastaba dadkiisaa gaar loogu soo diri jiray anigana dadka oo dhan baa la ii soo diray haddaba halkaa xadiidka wuxuu caddeeyey khasaa'istiisa inay ka mid tahay
إن دتك قرآن الله صادر آيات القرآن كعادية ينسي جنب لكن خصائص تيسين كمتة حديث كانوا كعاديو شنب على إيسي قف كلو ولا سي يعني شرب وحكم إذا سينو شجني وبعثت وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة نبي كستوى دتك ساعة قارلو صادر شري أنا جانا أمضى أرضم بالا يصدري خصيصا دنا واحد كفى إذا ستي أمضى أنا وحواج بقى السجى إنا الرمايا الرعان أنا التوراة بان هيستايو إنجيل بان هيستايو نبي كلام هيستايو نبي جن نبي عربات بو هايو وحاصل ده وحكم كمان قف كستوى عن رمايين الدين تودوني هلا هذا وقت الدنيا كدم بيجي هتشو مشو الدنيا هكون على هذا قف كستو النبي محمد رسالة دي عموم كذا الرومان مسلم معها هذو بدي النبي محمد النبي الرسول أهانا ده مسلم بمعه هذو النبي الرسول نما أقره لكن قل هب البوجار كوا هايو النجا وحمن نجا ما جلينيو نبي عربات بو هايو شكذا قوميين تو وقت يد هذه وشيك شيء يترين حد صنلك وكد ما يولجوب هل كرين ده كان دحيس يدنا كفر وي اللجو قالوا به حتى هذا أذكر رومي سنة محمد واترى هذا النجو جار نوعها يدنا وقالني ويا القرآن كان نص كيسي للعالمين إيه جميعا إيه وبعث للناس كافة تنتي حديث كهيد بدو ذي بينسي طنو حان كسو حرينا خصيصة قفكي بينينا دين توك بحيا أما ما بسو قليا مركو هوري حدوسا رسالة ذي سا عموم كلا الرومينين خصيصة صدحات إنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أوليه وينو خاصو تهي صمدا markii isaga la soo diray baashayaa diinta laga xiray Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu waxyoodo mas'alada si aad si fiican ugu fahanto Ilaahay fowqa arshihi bujira marka uu waxyoodo malaa'iktu salsa sawtin bay maqlayaan markaas wax miyir miyir daboola fuulaya Jibriil maahane جبريل بيلاي وحيونا يا مركي أي نماتو بين ملائكته جبريل ويدينا يا نو الرب محيري بيليه وأنا عيد التفسير كذا سورة سبع حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ملائكتي هدبا جبريل مركو أشيغو قال وقال هذا الصمد كهو سيسأي وركي أسي وقد بنيا قال وقال أسي شيغيا إلا السمرة أغسو كيسي سماو الدنيا اللي يرادة ووحي يغير ربي سو غارو شايا دينتو وحي سمين جيران مرك انتا إصدول فولفولان با مستريق السمع بالله جيري باي سمرة أكتيدة تيجي جيران هذا الكا إسلادة هاي ملائكتو باي وحكا مقلي جيران كي انتا أي صوت دفان باي كوى اللاشا قيستي آدمهي نولكا جوغا إي كاهنين تيفالة لوغي أشيغان فيكذبون معها مئة بلد وحاسات دعيدونا لليه مرك جنبا سو شاقي جنكونا قيب كميدو سمادة كسو حاضي سمادة يكون لوان جرين لكننا محمد صدري عليه الصلاة والسلام سمادة دب يحول النار بالغة سكيسيسي ودنبا بركع لن الله عليكي اسكود دي جنكي اسكود دي وحاوي ويكون عيسى mar marba yaa halka inta uu maqo inaana go'do midna la fakada kelimadii mar bay dhacaysa dadku sayd hebel waaga waxa sa dhici buu yiridi anaguna ma aha mid ta kadbatin yiri way albaabka in laga soo xiray xilligaas ilaahi baa ala lisaan aljin ku sharay wuxuu yiri wa anna lamasna samaa fawajadnaaha muliat harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد وأنا لمسنا السماء صمدي بأنه طلبني وأنه آذني سأنه آذي شرنا بإدهان جنك
فوجدناها وحانو هلني بون تقني ماشي مليئت يدو لقبوحي حرسا واردية شديدا يو شهوبا دنباب ردبا وانا كنا نقعد كوا فريست منها صمد اغاقار كذا عدا ما يلا فرد عن كل هانك نوركا دقيسانو فمن يستمع لنا حد قفكي دقيسي اسيرا هذانا يجد له كاوحو كهليا شهار صدا لحولي الدمار ردب يا نارا لو قد دياريو لفايس وقترو واع كنا كهليا ايضا حي عدايسي واقي هور ملا اي فريستان وكا كلام بالهان جرين مركي نايم محل صود ريسي واردية الضب يا عذاب بلغسو كيسي وذلك وحنا نموري سنك حديقها دعايا ومستيق السمع كوا يسود ويحلو قما يوي واع رصا وهيس هل كيف فريستان جرين مركي واين باي اوذي غوذي اتاقان وحي دهان ورهاده ماشا نوركا كدوري جرني لغا واي dab iyo cadaab un baan naga hor imanayay say waxu jiraan wuxuu ku yiri arintaas haday dhacday dhulka waxba ka cusub dhulka dhex dhulka wax cusub ka jiraaye dunida daafaheeda warbixina la raadiyo qoladii la soo diray qayb kamid oo socota nabiga maka dusheeda isagoo salaad subax tukanaya ku soo maray suuratul ahqaf taa lagu sheegana haday akhriinay bay way sarafna ilayka nafaran min aljinn markay baqleen baysu yeedheenir warkaalay kaalay waxa cirka inoo diiday waa kane halkan ay ka socotaa ee kaalay iyagina waa islaameen halka laftoodu waxay ka ogaadeen waxyigan risaaladan timid ayaa sababtay in laga xiro khasi halkana waxaan ka ogaaneynaa nabiga naxay salaam intii uu soo baxay kadib cirka war laga keenay iyo waxba la faaliyay waa la xiray waxa soo haarayna waa hal run iyo 99 beena ninkii uu sheego 99 ka beenta lama xasuusto halka runtaasi kii waagaysaa yiri tiin baa lisu sheegsheega intaana nabiga naxay salaam sallallahu alayhi wasallam wadaalika culimadu aayadkan waxay kaga hadlayaan albaab abwaabu sixri wal kahanati nimankan kitaabada roge talaasinta soo saare waxba la ogaan yiraahde ka wa kaahininta iyo faala looga ku xiran ninkii u tagana 40 maalmo salaad lagama aqbala waakiin nabiga uu calay salaatu wasallam ninkii u tagay kabar rumay ka hor waa tagitaan kaliya ninkii u tagay rumaystana nabigu wuxuu yiri faqad kafara bima unzila ala muhammad diidina waxa lagu soo dajiyo kuwan kamid yihiin buu beeniyay al khasiisa rabi'a khasaista nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga u gaarkayd waxaa kamida in ilaahi anbiyaada oo dhan imaam uga dhigay ma jira anbiyaada kale nin anbiyaada oo dhan imaam u noqday لكن نبي محمد بقى النقض صلى الله عليه وسلم هيك إسراء والمعراج بيت المقدس مركو تجي أنبياء لو كل مية هل كاسون كتكي صفة الذي س يدرج ذي صلى إظهاري أو الله موتيو ولذلك إمام مسلم وكورين في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وله النبي وحان إسكو أركي مركي إسراء والمعراج وكشي كيني waxaan arkay buuri halkaas la igeeyay anbiyaada la jamciyay markaas halkaasan anbiyaadii ku tukiyay wa qadra ay tuni fi jamaa'ati anbiya waxa isku dhaxarkay anbiyaan la jooga muuse tukanaya dadka tukanaya isaga tukiya marka nabigu sallallahu alayhi wa sallam dadka anbiyaada saa loogu ururiyay ma jirto waxaan la tusay anbiyaada maqaamka iyo fadliga uu leeyahay waxaa kaloo khasaaistiisa kamida nabigu anbiyaada uu kala gaarka calayhi salaatu wasalaam oo midda shanada ka soo qaadanayna waa nabiga kaliya iyo anbiyaado dhan axdiga iyo ballanta looga qaaday inay rumeeyaan oo ay u gargaaraan garab istaagaan haduu soo gaaro waajib lagaga wada dhigay ilaaha subhanahu wa ta'ala wuxuu idha khada allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitaabin wa xikma ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إلهي النبي يضو حب الله أنك قاضي هدو وحي إيا الرسالة إيا حكمته كدبنا قضاشوت ونبي كلي ماده إني أقر قاريان وأي رمانيان إلهي وحولي أحدها ما أقبشان وأنا أقبل بيرادين هذا نبي والبا
inta kadam ka horeysay buu axdi iyo ballan looga qaaday haystay. Maadaama nabi maxamed ugu dambeeyey calayhi salaam dhammaan ambiyadii ka horeysay axdi iyo ballan waxay ku qaadeen in hadduu yimaado ay rumeeyaan, hadduu yimaadana ay garab istaagaan. taasina khasaaista nabiga ay kamid tahay uu ku mutay khaatamu nubuwada. min khasaaisihi waxaa kaloo kamid calayhi salaatu wasalaam aakhira marka la tago inuu ashafaacatu lcudmaa isagu iska leeyahay, shafaacada weyn isaga keligii baa iska leh. ambiyadaa imanaysa qiyaamada 50,000 sana marka la taagnaada dadku caabaadaan, sida saxiixeynka ku sugan xadiid abi saciid alkhudri iyo keyrkiiba, shafaacatu lcudma oo almaqaamu lmaxmuud abu nabigu leeyahay sal allahu calayh wasalam, aadam bay dadku u tegayaan waqtiga markuu ku dheeraado, aadamow adigaa abulbashar ah, rabbi baa gacantiisa kugu abuuray, dhibkana haysta waad aragtaa, rabbi nooga ergee, rabbi nooga shafaaca qaad, hana kala xukumni walio meeshiisa hala geeyey. aadam wuxuu leeyay ina rabbii qad qadiba alyowma qadaban lam yaqdab qablahu mithlah walan yaqdaba bacdahu mithlah, ilaahay maanta carab wuxuu caraysan yahay iyadoo kalena horey uusan u caroonin dibna u caroon doonin, aniguna geed la iga reebay oo ha cunin la iyiri baan cunay, nafsii nafsii allow naftaydaan u badbaada maanta, idhabuu ilaa ghayrii idhabuu ilaa nuuxin, cid kala raadiya bal nuuxda orday u taga buy. nabi nuux bay imanayaan dadkii, waxay leeyihin nabi nuuxow sidii oo kaleeta anta awalu rusul baa tahay, waxaan haysa soo maarata ilaahay noogu shafaaca nooga shafeeco nooga ergiya hana kala xukume. sidoo kale wuxuu leeyay rabbi wuxuu carooday caro uusan iyadoo kalena caroonin hadda ka hor dibna u caroon doonin, aniguna dadkaygii baan wada habaaray, oo rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaaran waa kiiri, nafsii nafsii allow tayda aan u badbaada buu leeyay nabi nuux. idhabu ilaa ghayri cid kala raadiya bal ibraahim u taga. nabi ibraahim baa loo iman isna sidii oo kale qalad ka dhacay buu ku cudur daaranayaa, idhabu ilaa ghayri bal muuse eega buu leeyay, muusaa loo iman, muuse isna sidoo kale qalad uu galay buu ku cudur daaran, intii oo kale intuu yidhaahdo wuxuu leeyay bal ciise fiiriya ruuxullaahi wa kalimatuhu, ciisa loo iman riwaayaadku intaan xasuustaay dembi ma sheeganin, laakiin wuxuu yidhi hawshan anuu iskamalihiye cid kala raadiya maxamed u taga. nabi maxamed markii loo yimid calayhi salaam wuxuu leeyay anaa lahaa tan waa taydi. markaasuu rabbi carshigii soo siiya ku sujuudi oo rabbi bari waxaa la leeyahay yaa muxamed irfac ra'saka, madaxa kor u qaad, ishfac tushafac ergee waa laga aqbalayaa, wasal tucta wax weydiisa waa lagu siinayaa. markaasuu rabbi u weydiinayaa ummaddii in la kala xukumo, sidaasaana lagu kala xukumayaa, casaa an yabcathaka rabbuka maqaama maxmuuda, meel khalqiga dhan mahdiyaan oo cid kale waxay ku dhiiran weyday isaga khaas ilaahay uga dhigay baa khasaaisiisa kamida sal allahu calayh waalihi wasalam. wa min khasaaisihi waxaa kaloo kamida uu ambiyadoo dhan uusan la wadaagin inuu leeyahay maadaama uu ambiyada ugu fadli badnaa darajada jannada ugu sarraysana inuu leeyahay. jannadu waa darajaad, ummadda ilaahayna khayraadkooda say u kala badan yihiin buu u kala darajo sarraysiyaa. darajada ugu sarraysa ambiyada iska leh, ambiyaduna way sii kala darajo sarreeyaan. jannada waxaa jirta darajada ugu sarraysa ay hal qof keliya qaadaa, walidaalika nabigeena ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi jannada darajada ugu sarraysa waxaa la yidhaahdaa alwasiila bisiini, siin la akhriyo, darajo wasiila la yidhaahdaa jirta. laa tanbagii ilaa licabdin min cibaadillaahi, hal qof addoommada ilaahay keliya gelaya. wa arjuu an akuuna ana huwa, inaan aniga noqdana waa rajeynayaa buu yihi nabigu sala allahu calayh waalihi wasalam. saa darteed buu yidhi markaad ilaahay ninkii ii weydiiyey darajadaas waan u shafaaca qaa shafaacadeyda u waajibaysa. walidaalika innaga aadaanka marka la aadaamu inoo jideeya nabigu calayhi salaatu wasalaam inaan niraano ilaahay inuu darajada alwasiila siiyo. haddaba wasiila waa darajada jannada ugu sarraysa, nabi maxamed baana iska leh sala allahu calayhi wa aalihi wasalam. khasaaistiisa waxaa kamida oon kusoo gebagabaynaynaa
وأنبيادة قاركة كلاوة دي هاي إنو يري نصرت بالرعب مسيرة شهر إلهي وحا قال إيقا قرقاري إن بلا سعودي إيقاسي عبصدان وإيقاسي كاكاچان ذلك جابر صحيحين كي ويعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي من الأنبياء وحكم إذا نصرت بالرعب مسيرة شهر بل إلا سعودي بل إيقا عبصدان وإيقا بقى قصر أصل كذا وحي قاركوت سبب ككدقان تبوك بل بين مدينة وشرته رومان كي دولدها يسكو الرسالة يا مركو مغري واكي عيدان كان لبحي والا سيكال عرّي مرك كي قال لديه تشري نبي محمد بمكة الله سوق عليه الصلاة والسلام وكا كاتي تشري وعبسان تشري سؤال لك خصي صدني ومدي سمّا كان حشي أو ملاذا هي مسيرة الشهر إن لقع عبسادو مثل النبي عليه الصلاة والسلام مركي ولنتيبي لطنا معطي قولاني لأهل العلم لا بد قول بواشرة واشرة يا مشرة أنا واسك مسائل اجتهادي واستدلالات أوي عشر كنا ما أنت استاذ أنا كسر جبا جبيني نا وها خصائص تي النبي عليه السلام قارك الله ها أم بيدو أين اللو ذاقين كله أنت أنا عشر كان عشر كحية قيبت الله بعد خصائص تي استجي ما أنا إنه وهذه كجت يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.